هذا اليوم الثالث ترى. اللهم الايام تمشي سريعا. اي والله بذكرك بعد فتره بقول لك ترى احنا اليوم في ختام برنامج ري. الله المستعان. الايام كذا تمشي بسرعه. ايش رايك يا شيخ؟ الواحد يقدم للشيء اللي سيجده باذن الله تعالى. يعني الايام تمضي ولا يدري سبحان الله الا وقد حان اليه الاجل والموت. فرمضان أعظم الشهور وفرصة للإنسان يقدم كل ما لديه فعلا، ويصير يعني أغلب الناس مع الأسف يبدأ بداية رمضان جادة ومتحمس، وإذا وصل للوسط بدأ يرتخي. النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا وصلت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يعني من أفضل أيام. صحيح. لذا الواحد وأفضل ليالي الواحد يبذل قصارى جهده في هذا الشهر العظيم. جميل يا عبد الرحمن، اليوم الثالث. والله اللهم لك الحمد اللي بلغنا الشهر الكريم، والله يوفقنا يا رب العالمين للأعمال الصالحة فيه. واللهم لك الحمد. ممكن تشوف انه يعني حنا نقوم في النهار الله يعيننا وكل المسلمين ونجي هنا والشمس الله يعيننا، لكن اللهم لك الحمد تيسير من رب العالمين. صحيح. اليوم أخوي شايع قال اللهم لك الحمد ما كننا صايمين، قلت ليش؟ الله يستر فاطر. قال لا اللهم لك الحمد تيسير. صحيح. ربي ميسر لنا ومعيننا، والله يجعل يا رب هالأجور وهالحسنات إن شاء الله أن بظهورنا هذا إن شاء الله أن الوقف هذا يكتمل ونكون مساهمين فيه بإذن الله. أبو سعد سن، شو رأيك اليوم الثالث؟ والله الأيام سريعة، الأيام الله فينا شر ومن عمر الإنسان، لكن ما زال هناك فرصة، ما زلنا في أول الشهر، ما زلنا يعني اللي بيختم القرآن ما زال هناك فرصة. من صحيح أراد التزود بالطاعات الصدقة البذل، ما زلنا في شهر العطاء، ما زلنا في شهر الخير، ما زلنا في شهر الجود، وما زالت أبواب باب الريان كذلك مفتوح للصائمين. الحمد لله. والله يوفقنا للعمل الصالح. آمين. يعني من يقول القول يتبع أحسنه يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أنا حقيقة أعطيتكم كل واحد فرصة عشان يتفرغ للأكل. أنا أشوفك. يقولون واحد من القصص الجميلة يا شيخ وليد، واحد كل ما جلسوا على مائدة الإفطار قالوا له عطنا قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف قصة طويلة، وجعلها الله سورة من القرآن، والولد على نياته ويعطي قصة يوسف من أولها وآخرها والرؤيا وكذا. المهم إذا انتهى من القصة السفرة مأكول، ما بقي منها شيء. فالولد كأنه فطن بعد ذلك، يعني بعد فترة، فقالوا بعد فترة عطنا قصة يوسف عليه السلام. فيوم شاف السفرة ممتلئة خاف على أن تذهب، يعني يذهب نصيبه، قال الولد اللي ضاع عن أبوه لقيه في آخر القصة، هذه قصة يوسف عليه السلام. فأنا اليوم عطيت كل واحد فرصة حتى أني أتفرغ، يعني لا لا ما عليه ما عليه، المائدة أقبلوني أجل إن شاء الله. عرفنا الخطة، أعطيكم قصة ثانية عشان أتوجه للفواكه. عرفنا الخطة الحين، عرفنا. يعني لو أطلب منك الآن طلع جوالك يا شيخ وتسمعنا الهاشتاج وش كتبوا المحبين. أنت طيب يا شيخ. مرة هذا مثل قصة، لأني أنا شفي ما مسجد ما كثر فطور. يا سلام. الوعد بعد السلام. يلا خذ راحتك. أنا ما أشوف الهاشتاج طرت عليه قصة هذا اللي يقول قصة يوسف. هذا الرجل قال جال شخص وقال إيش اسمك؟ قال اسمي يوسف. قال إذا سمعت سورة يوسف غيب كاملة لك جائزة. كانت الجائزة طيبة، فجاء قال ايش اسمك؟ قال يوسف. قال سمع سورة يوسف ولك جائزة. ما اعرف. الثاني ايش اسمك؟ قال ابراهيم. قال سمع سورة ابراهيم. ما اعرف. جاء الثالث وكان ذكي قال ايش اسمك؟ قال كوثر. عشان يقرأ الناس يقرأ الكوثر. الله يجزاك الخير.